السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم كيك ديال الشوكولا بالماء المغلي. كتجي رائعه بزاف وكتجي هشيشه وبنينه. المقادير غادي نحتاجو فيها هنايا جوج ديال البيضات، عندي كاس ديال الحليب، كاس ونص ديال السنيده فيه قبصه ديال الملحه، غنحتاج هنايا نص كاس ديال الزيت، عندي هنا جوج معالق كبارين ديال الكاكاو، وعندي هنا جوج ساشيات ديال الكاكاو ايديال، وعندي هنا جوج ساشيات ديال الخميره، وعندي هنا فاني، وجوج كيسان ديال الطحين باش عبرنا السكر. البيض بطبيعه الحال خصو يكون في درجه الحراره ديال المطبخ. غادي نبداو اول حاجه السكر والملحه والبيض والفاني، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الاول. غادي نبدا بهم، غادي نخليهم يتضربوا مزيان مزيان. استعملوا يديكم اولا الخلاط الكهربائي، المهم الخلاط ديالكم السكر يذوب مع البيض مزيان ما يبقاش صافي. من بعد ما غادي يطلع لنا الخليط شويه وغادي يتجانسوا المكونات كاملين، غادي نضيف لهم نص كاس ديال الزيت بشويه بشويه، ما غنضيفوش كل دقه واحده باش ما يهبطناش الخليط ديالنا. الحليب حتى هو كذلك غادي نضيف شويه بشويه حتى نكمل كاس ديال الحليب كله اللي عندي. انا غادي نضيف هنا جوج معالق كبارين ديال الكاكاو زائد ساشيات ديال الكاكاو. هاد الساشيات هادو كيعطيني مذاق زوين احسن من الكاكاو الاخر، هذا الاسود هو تيعطينا اللون والاخرين تيعطيونا المذاق. غير نخلطهم مزيان مزيان حتى يتجانسوا، ما نخلطوهمش ثاني بزاف باش ما يبطلناش الخليط. صافي دابا هنا حيت الطراب غادي ندير غير الفوي، غادي ندير هنايا جوج كيسان ديال الطحين وجوج خمارات، كلشي كنديرو دقه واحده، ما غاديش يتكركب لكم الخليط بطبيعه الحال. صافي كتحركوه مزيان حتى كيتجانسوا. انا غادي يجيكم الخليط شويه ثقيل، ماشي مشكل، انا غادي نضيف ليه الكاس ديال الماء، خصو يكون ثقيل شويه ما خصوش يكون جاري. صافي غادي نجيب هنايا الكاس ديال الماء باش عبرنا سنيده، يكون طايب يكون غليان، وغادي نكبوه فوق من العجين ديالنا مباشره، وغادي نحركوه حتى يتجانس دينا مزيان مزيان. صافي انا غادي نجيب المول، جبت انا درت هنايا المول مدور، ممكن لكم تستعملوا اي مول بغيتو. دهنتو بالزيت والطحين ودرت ليه من تحت الورقه ديال الزبده الفران، كندخلوا ليها انا بارد على درجه الحراره ديال 180 160. صافي غادي نوجد دابا لاصوص اللي غادي نسقي بها ونزين بها الكيك ديالي. عندي نص كاس ديال الحليب، 4 كاس ديال الزيت، وعندي جوج معالق ديال سنيده الشوكولا ديال الدهن، وجوج ساشيات ديال الكاكاو. كلشي غادي نديرو في الخلاط دقه واحده، وغادي نخلطهم مزيان مزيان حتى يتطربوا، ونعاودو نتلاقاو ونوريكم الشكل ديالو كي داير. هذا هو الشكل النهائي ديال الصلصه ديالنا، كيجي بحال هكا، ما كتجيش عقده بزاف وما كتجيش مطلوقه بزاف، كتجي على هذا القوام هذا، كيجي رائع بزاف. نتمنى ان شاء الله تعتمدوا حتى في الكيك ديالكم كاملين، تسقيو به الكيك اولا تزينوا. هنا ندير الكيك ديالنا من بعد ما برد مزيان، خرجتو انا خليته حتى برد مزيان ودرتو في هذا الطبق ديال التقديم، خليت غير لو سيركل ديال المول، وغادي ندير ليه تقيبات بحال هكا باش غادي تدخل لينا الصلصه للكيك ديالنا. كتجي رائعه بزاف ملي كتسقيها، كتجي عامره بالشوكولا. نتمنى ان شاء الله هاد لاصوص تعجبكم. صافي هنا كنبداو كنديرو وكنبداو كنايطاليو هكا باش ما نكثروش بزاف ثاني الصلصه. كيف كتشوفوا يلا كنديرو، كيبدا كتشربوا الكيك حيت كتجي اسفنجيه، كتجي خفيفه. صافي الكيك ديالنا من بعد ما خليناه حتى برد مزيان، زيدته هكا بشويه ديال اللوز، كيجي المذاق ديالها كتجي رائعه بزاف هاد الكيكه هادي. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.
وبالنسبه للناس اللي كتعجبهم الشوكولا كتجي غارقه في الشوكولا، حيت هي الكيك ديالنا كيشرب لينا الشوكولا. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي خفيفه وكتجي الصلصه اللي درنا كتجي داخله فيها كيف كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الكيك وتجربوه، ونتلاقاو في فيديو اخر جديد. السلامه.